في خطوة للحد من انتشار فيروس كورونا في محافظة الأنبار، لا سيما عقب تطبيق حظر التجوال الجزئي، باشر أصحاب المحال التجارية والتي يرتادها عدد كبير من المتبضعين بنصب غرف تعفير خاصة فضلا عن توزيع الكفوف والكمامات لهم. قدم الكمامات المجانية، فحص الجهاز، درجة قياس الحرارة، بعد يدخل الزبون إلى الممر الآمن اللي هو يكون من التعفير الصنع يدوي، توفر له الكمامة التعقيم، وبعدها الحفظ على سلامتنا وسلامة الآخرين وسلامة مدينة الفلوجة. كمامات والكفوف والتعقيم مجانا من بداية الأزمة وحسب توصيات وزارة الصحة. احنا إضافة يعني طبقنا تعليمات التباعد الاجتماعي والإرشادات داخل المحال. وتشهد محافظة الأنبار التزاما واضحا من قبل المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية التي أقرتها خلية الأزمة في المحافظة لمواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي انعكس إيجابا بانخفاض نسبة أعداد المصابين بكورونا. وعي كبير من قبل المواطنين في قضاء الفلوجة بالالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة صحة الأنبار، منها ارتداء الكفوف والكمامات والتباعد الاجتماعي. هذه الالتزامات بالتعليمات الصحية كان لها دور كبير في خلال ازدياد حالات الشفاء مقابل حالات الإصابة أو منع انتشار هذا الوباء. إدراك ووعي أبناء محافظة الأنبار بخطورة هذا الوباء ومدى التزامهم بتطبيق الإرشادات الوقائية لمحاربة كورونا عوامل أسهمت بتقليل نسب الإصابات وارتفاع حالات الشفاء. باسم الشمري، العراقية الإخبارية، الفلوجة.